انا باكد يا فندم على الشاهد الكريم اللي شاهد النهارده. نعم. عشان بس الناس تبقى عارفه. دور المراه، باكد ان المراه لن اقبل بحال من الاحوال نزع امتياز واحد من اللي حصلت عليه. المراه تستحق مكانها في المجتمع. رؤساء مجالس ادارات الصحافه، اربع بمجلس الشورى انه يعمل تصرف يبقى يكاد يكون ابتزاز لرؤساء مجالس الاداره ورؤساء مش التحرير. مش وقته دلوقتي ابدا، والا يبقى حضرتك بتكسر مناخيرهم عشان ينتخبوا اللي انت عايز تنتخبه. مش وقته ابدا. يوجهوا الصحافه، ويجب ان كرامتنا تسبق اجراءاتنا ويعرفوا ان الكلام ده مش صح. اللعبه دي خطيره دلوقتي. دعايه المساجد نرجو انها تبطل يا اخواني يا مسلمين، ارجوكم، عيب حقكم. المعاقين لهم كل التقدير ولهم كل الرعايه وذوي الاحتياجات الخاصه، وان شاء الله اعمل اللي بيتعملهم في اوروبا ويزيد. العلاج سوف يكون على احسن ما يكون، وبالذات على الطبقات الفقيره جدا التي لا تستطيع ان تتم علاجها. المسيحيين مش عايز اسميهم اقليه، ولكنهم في عناية الاثنين، مش عشان حاجه، عشان ننهي فتره من الاظلام والظلام استشعروا فيها انهم مظلومين. يجب ان يعودوا مواطنين كاملي المواطنه زيه زي المسلم بالظبط، لانها الارض ارضنا احنا الاثنين. وانا اعد بذلك ليس على حساب المسلم اطلاقا، زي ما بيشيعوا الاخوه المسلمين. حاجه غريبه جدا، يا مسيحيين يا مسلمين، ده احمد شفيق بيعمل كده، مسيحيين على حسابكم. معرفش فين الحساب اللي على المسلمين. الحساب ده الاخ الاكبر للمسيحي، ده بعددنا نبقى احنا الاخ الاكبر بتاع المسيحيين. يعني امانهم في شرفنا احنا، كونهم يعيشوا امنين في كنفنا ده في شرفنا احنا كمسلمين باعتبارنا الاكثريه. التعليم سوف اعود بالتعليم الى اصوله الصح، زي ماليزيا ما عملت وزي المانيا ما عملت. الفقراء، فقراء مصر لابد ان يرعوا كل الناس الغلابه اللي في البيوت، اللي مش قادرين يعيشوا، اللي هم شايفين المر ومحدش حاسس بيهم. ان شاء الله يكون في مقدوري نعمل شيء. الفلاح المصري، وما اقول فلاح يمكن حاصد في الشمال، الرز بتاعه والذره والقمح، المحاصيل اللي الدوله بتجبره يزرعها وبعدين بتراب الفلوس تاخدها منه. السماد اللي مش لاقيه عشان بيصدروا السماد كله بره، والشويه اللي يقعدوا باضعاف السعر، ومش لاقي يعمل المم بتاع الزراعه بتاع السماد مدوخينه عليه. الصعيدي ومشكلته مع القصب وسعر القصب بالذات، ان شاء الله احلها له. حضرتك بشكر مدام هدى عبد الناصر، لان انا لست الحزب الناصري، انا مش مع حمدين صباحي، ولكنها كانت عادله في حكمها في مقاله كريمه جدا، وده اللي انا اتوقعه من سيده نشات في بيت كريم الحقيقه. البناء على الاراضي الزراعيه، انا قلت ان انا ما تم بناؤه يعيش فيه، وسوف اقننه، وسوف اعيد ضبط حيز الاحوزه بحيث بدون ما نخسر متر ارض زياده نقدر نستفيد بالارض الموجوده ونبني ادوار اعلى ونبني متسع احسن ونعمل البيوت اللي احنا عايزينها. الشركات المقاولات اللي خسرت، انا هدي لحضرتك مثال واحد، المقاولين العرب السنه اللي فاتت اشتغلت ب 20 مليار، اللي فيها مئات الالاف من العمال، السنه دي ما اشتغلتش غير ب 4 مليار وما خدتش فلوسهم من الحكومه. ادي حال شركاتنا، شركات النسيج بقى والشركات الهندسيه بتاع نعيشه. ما احنا يا ريتنا نرجع ماتشات الكوره، يا ريتنا بعد الامن ما يستقر باسرع ممكن نرجع ماتشات الكوره، عشان اولادنا والالتراس وخلافه والمشجعين يحسوا ان بلدهم امنه. مش معقوله ابدا نيجي نلعب ماتش على ارضنا مع دوله اجنبيه بدون جمهور، شيء برضو له دلالة سيئة للغاية. كلمة صغيرة جدا هقولها للشباب، أرجو أن يستمعوها. أستوعب كل ما تشعرون به، أتفهم غضبكم،
من حقكم أن تعبروا عن غضبكم سلميا. طلبتم بالتغيير وصنعتم الثورة ولكنها اختطفت منكم. وعدتم وعدتكم وأتعهد مجددا سوف أعيد إليكم ثورتكم بإذن الله. سوف نحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدونها. سوف نعمل على حل مشكلات البطالة. أهتم بمشكلات العاطلين ومشكلات العاطلات. سأبذل كل جهدي لكي أفتح أبواب الفرص أمامكم. سوف تكون الشريك الأول في الحكم قبل غيركم. لن يلاحق أي منكم بسبب آرائه. سوف تتاح الفرص لكي تؤسسوا أحزابكم. سوف يكون لكم تمثيلا جوهريا في مختلف المؤسسات. سوف تكون مصر خلال السنوات الأربع القادمة كما تحلمون بها. سوف تحققون بمعونة الله كل طموحاتكم. وأخيرا أعدكم بالصدق وكل الصدق في كل حرف أنطقه أمامكم وأمام شعب مصر كلها. وشكرا جزيلا لمجهودكم. شكرا يا فندم. بشكر الفريق أحمد شفيق، بشكركم، بشكر كل زملائي اللي سهروا معنا، سهرناهم النهاردة سهرة طويلة، بشكرهم على جهودهم. في انتظار لقاء الدكتور محمد مرسي قطبي الرئاسة الآن في مصر، فرصة أن حضراتكم تحكموا وتشوفوا وتسمعوا وتطرح كل الأسئلة عشان قبل ما تروح تدي صوتك تعرف أنك بتختار مستقبل مصر. تصبحوا على خير.